المشاهدين، خلونا برضو نروح نكمل كلامنا مع مستر مارتن لاسارتي. السيجمنت ده كله او الجزء ده كله هنتكلم عن ارتفاع مستوى اللاعبين خلال فترة تواجد مستر مارتن لاسارتي كمدير فني. اتكلمنا عن محمد هاني، خلينا نروح بقى اتكلم عن برضو واحد، وانا معرفش اذا كنت عارف الموضوع ده ولا لا، كريم نيدفيد. كريم نيدفيد في فترة من الفترات كان واحد من اقل اللاعبين شعبية في النادي الاهلي خلال الفترات اللي فاتت، خلال السنتين اللي فاتوا. دلوقتي كريم نيدفيد غيابه عن مباراة نادي الزمالك، الناس كلها زعلانة جدا لعدم وجود كريم نيدفيد في هذه المباراة بسبب الثلاث انذارات طبعا. فكريم نيدفيد كان في منطقة أصبح في منطقة أخرى تانية وهو لسه صغير في السن، برضو ده اتعمل إزاي يا كوتش؟ Primero vuelvo a decir lo mismo, eso es fútbol. أعيد تاني وأكرر إن هو ده هي الكورة كده. Uno puede pasar de un momento malo. ممكن واحد يمر بفترة سيئة. Muy bueno en dos semanas. وفي نفس الأسبوع أو أسبوعين تلاقي نفسك مرحلة كويسة. لكن أنا أعتقد في حالة كريم. Que él ha tenido una oportunidad. كان خد فرصة. Y simplemente la ha aprovechado. واستفاد منها. حرص على الفرصة. Con una Una pauta que quiero plantear y recordar. في ملحوظة أحب أقولها. Hubo algún partido que incluso fue de suplente. كان في ماتش كان هو احتياطي، كان في أحد الماتشات كان احتياطي. Y no dijo nada. ولم يعلق على ذلك. Esperó su momento. انتظر وقته. Entendió cuál era la idea que queríamos rotar. وفهم إن إحنا عاوزين ندي فرصة للغير. Y yo comparto esa sensación de la gente, del aficionado. وأنا بشارك طبعاً المشاهدين والجماهير ده. Es un jugador muy importante y lamentablemente no va a poder participar. هو لاعب مهم جدا وللاسف مش هيقدر يشارك في ماتش الزمالك. انا الحقيقه برضو احنا الريمونتادا، اكيد انت الريمونتادا دي عارف يعني ايه ريمونتادا. الريمونتادا دي احنا عارفينها في الملاعب في كره القدم، ولكن يمكن احنا قلنا هنا في ملعب الاهلي قبل كده ان كريم نيدفيد الشخص الوحيد اللي عمل ريمونتادا على الجمهور، يعني الموضوع اتقلب الحقيقه. Bueno, eso demuestra entonces personalidad. ده بيبين شخصية. Demuestra carácter. وكاركتر. Demuestra que es un chico que está preparado, que sabe lo que quiere. وإنه لاعب جاهز ومستعد. Que quiere mucho al club. وبيحب جدا الفريق والنادي. Es una cosa que me sorprende de todos los jóvenes. ده حاجة بتلفت نظري بين كل الشباب اللي شغال. إن هم بيحبوا النادي جدا. دي حاجة ملفتة للنظر. De defender al club y conseguir cosas importantes. وإن هم عاوزين يحققوا حاجة مهمة جدا للنادي. Y repetir la historia de viejas glorias, ¿no? ويعيدوا أمجاد للنادي.